واعلم رحمك الله أن أهل القبور أمنية أحدهم أن يسبح تسبيحة تزيد في حسناته أو يقدر على توبة من بعض سيئاته أو ركعة ترفع في درجاته. وقد روينا أن رجلا ركع ركعتين إلى جانب قبر ثم اتكأ عليه فأغفى فرأى صاحب القبر في المنام يقول تنح عني فقد آذيتني، والله إن هاتين الركعتين اللتين ركعتهما لو كانتا لي كانتا أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل. فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة.